مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول، سنقرأ لمولود برج الدلو لشهر 1 يناير 2023. قبل أن نبدأ يا أصدقائي، طبعا الأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى، وما تنساني من اللايك. بتمنى لك بداية سنة ممتازة جدا، مليئة بالأمور الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة، وخصوصا يا صديقي يا برج الدلو، لكل مشترك، عفوا لكل مجتهد مشترك، أنا عقلي بالمشتركين في القناة يا أصدقائي، لكل مجتهد نصيب، وأنت من الأشخاص المجتهدين جدا ودائما تبحث عن التقدم والتفوق عن الأشخاص اللي من حولك. هذا الموضوع بيخليك تتميز ودائما تبحث عن الكمال، والكمال لله، بس المقصود عندي إنك دائما بتحب تكون ملفت للانتباه، دائما متفوق على الأشخاص اللي من حولك، دائما بتحب إنك تكون لك حضورك في المجالس. مستحيل يعني يكون في مجلس أو في حفل زفاف أو أشياء من هذا القبيل ويكون مولود برج الدلو شخص عادي، دائما بحديثه الرائع جدا والذكي بلفت الانتباه إليه، وابتسامته الرائعة جدا اللي بتخلي الأشخاص اللي من حوله يتطلعوا عليه نظرة الإعجاب، وبحبوا دائما الأشخاص الجدد إنهم يتقربوا منه ويتكونوا معه صداقات بهدف إنهم يكسبوا منه الطاقة الإيجابية أو دعمه لهم. طبعا يا أصدقائي، أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية، بيتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو. إن شاء الله الله يقدرني وأقدر آخذ أكثر من 30 قراءة كل آخر شهر، بس قد ما أقدر آخذ مش رح أقدر أرضي الجميع، بس بإذن الله تعالى في الأشهر القادمة رح يحالفك الحظ وتكون من الرابحين معي بهذه المسابقة والقراءة الخاصة، اللي هي عبارة عن كشف كامل روحانيا عاطفيا ومهنيا، والتوقعات القادمة بإذن الله تعالى، وإذا في موضوع معين بحاجة لنقاش بشكل مباشر أو مشكلة معينة نتناقش فيها وإن شاء الله بنلاقي لها حل. طبعا يا أصدقائي، لنرى شو مخبالكو بداية عام 2023، وخصوصا شهر 1 بإذن الله تعالى. تبدأون العام الجديد وتنشغلون في إنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة، وتبدأ العام الجديد واضحا مع أفكارك، وتزداد ثقة النفس عندك، وخصوصا في المشاريع اللي كانت مدروسة عندك مسبقا، وخصوصا بأواخر عام 2022. هذه المشاريع المدروسة انت درستها من جميع النواحي وظل عندك التنفيذ العملي، هناك بعض الظروف اللي بتمنعك من تنفيذ هذه الأمور على أرض الواقع، ومن أهمها اللي هو يزداد عليك نفقات الحياة بالمصاريف اليومية والشهرية. هذا الموضوع بيخليك إنه ما تقدر تقوم بهذه المهمات بسبب العجز المادي. حاول إنك تحكي هذه الأفكار وهذه المشاريع التي تدور في رأسك المهنية، وثق تماما إنها قادرة إنها تعود إليك بالنفع وبالدخل المادي الجيد جدا. هذا الدخل المادي أنت بحاجته عشان تنفذ هذه الأمور على أرض الواقع، وخصوصا المشاريع المهنية. من ناحية أخرى، هناك بعض الخلافات وخصوصا في الأمور العائلية، هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة على أمر ما مشترك كان في السابق بينك
وبانه. وهذا الأمر انتهى وأنهيت هذه الشراكة. بس هناك أشخاص بحاولوا زرع الفتنة بينك وبين هذا الشخص، وسيعيدوا فتح الدفاتر القديمة. حاول أنك تكون هادي الأعصاب وتضبط أعصابك جيدا علشان تقدر تقود الأمور بنجاح، وخصوصا أنك تعرف هذا الشخص اللي بحاول زرع الفتنة. إذا كنت معصب وفقدت أعصابك ما راح تقدر تقود الأمور بنجاح، وكالتالي يا صديقي يا برج الدلو ما راح تقدر إنك الفتنة هاي إنك تخليها ما تصير. لنكمل يا أصدقائي، أتمنى إنك ترد علي بهذه النصيحة. أما في الأمور العاطفية وخصوصا المتزوجون، ينتابك شعور في بعض الغيرة، وخصوصا بسبب الشريك الذي حركاته تثير الشكوك حوله، مثل انه مش حاب يورجيك تلفونه، او تشعر انه بخفي عنك امر ما. لا تتردد انك تحكي مع الشريك بكل وضوح وتحكي له عن المشاعر اللي داخلك وعن الشكوك الذي تدور في رأسك. ولما هو يتحدث انصت اليه جيدا، واستخدم قدرتك في التحليل الرائعة جدا واللي قادر من خلالها انك تعرف الامور اللي ما بين الصدور او التي تدور في رأس الشريك، وقادر انك سعيدة تتجاوب عن الاسئلة التي تدور في رأسك. ومن ناحية اخرى، هناك شخص من طرف الشريك يحاول زرع الفتنة ويحاول تشويه سمعتك امام الشريك بهدف زرع خلاف بينك وبينه، او يصير انفصال او مشكلة اللي تطلع من بينك وبين الشريك ويتدخل فيها طرف ثالث، وخصوصا انه انت اكره عليك احد يتدخل بشؤونك وبشؤون الشريك. هذا الموضوع بخليك انه تتطلع على الامور بمنحنى ثقة النفس الزائدة، ودائما بتلاحظ على حالك انه يعني بتعصب على امور ما إلها داعي. فحاول ضبط الاعصاب، مهم جدا وخصوصا امام الشريك، ومهم جدا انك تواجه هذا الشخص اللي بحاول زرع الفتنة بينك وبين الشريك لكي توقفه عند حده ويخرس، ما يعود يتحدث معك بطريقة سلبية أمام الشريك، وخصوصا أنه بحاول تشويه سمعتك. ولا تستهين بموضوع السمعة، السمعة هي مفتاح كلام لأي شيء، إن كان في الأمور العاطفية أو في المهنية. لنكمل يا أصدقائي، أما الأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي، شو الشريك الحياة المستقبلي يا أصدقائي؟ اللي بيكون في شخص عندك أنت يا صديقي يا برج الدلو، بتكون يعني متفق انت وياه على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل. الفرصة متاحة أمامك لإتمام زواج ناجح بينك وبين هذا الشخص، وخصوصا شهر واحد وأيضا الثاني. هذول الشهرين رح يكونوا الحظ بدعمك بأمور العاطفية وخصوصا الارتباط في الزواج، وإن شاء الله يكون زواج ناجح جدا. حاول إنك أنت تقود الموضوع وليس الشريك. كيف أنت يعني تقود الموضوع يا صديقي؟ إنه أنت دائما تتحدث عن الأمور المستقبلية، مثل متى موعد الزواج، أو شو حابين تسموا أول مولود، شو الترتيبات، وأشياء من هذا القبيل، عشان دائما شريك المستقبلي يظلوا حاط بباله ان العلاقة هذه جدية ونهايتها الزواج بإذن الله تعالى. اما العازبون
أو المنفصلون تفقد الثقة بالأشخاص اللي من حولك بسبب خيبة الأمال اللي تعرضت لها في السابق من الأشخاص اللي كانوا عزيزين على قلبك وأخلفوا معك بالكثير من الوعود اللي كانت تصديق يا برج الدلو. أهم الوعود هذه في الزواج من أشخاص وأشياء من هذا القبيل. ستحاول مواجهة الدنيا لوحدك وستقوم بإنجاز رائع جدا تلفت الانتباه إليك، ورح تتلقى الاتصالات الرائعة جدا والحماسية، وبترفع عندك الطاقة الإيجابية وتزداد ثقتك بنفسك. ومن ناحية أخرى رح تتلقى أيضا الكثير من الرسائل الإعجابات ومن أشخاص حابين يرتبطوا فيك عن قرب. هذول الأشخاص حيكون أغلبها من مواقع التواصل مثل الفيسبوك أو الواتساب أو التعرف عليهم بطريقة الصدفة. هذول الأشخاص رح يحاولوا التقرب منك، وخصوصا الأشخاص الجدد. هناك شخص كمان أيضا من الأبراج النارية رح يحاول التعرف عليك بشكل مباشر، ورح يصرح لك بحبه وإعجابه إليك. هذا الشخص يعني راح تنعجب فيه أنت أيضا، بس ومع ذلك حاول أنك لا تأخذ قرار بشكل سريع جدا، وأنك يعني تكون واضح معاه بالبداية وشي هي الترتيبات المستقبلية اللي حاب أن يقوم بها هذا الشخص علشان تعود الأمور إلى مجريها، ويكون أيضا فرصة عاطفية ناجحة جدا ونهايتها الزواج بإذن الله تعالى. طبعا يا أصدقائي، الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة هناك بعض الفرص اللي لا بأس بها، وخصوصا في الأمور التجارية مثل البيع والشراء. هذه الأمور التجارية حاول تسويتها مع الأشخاص القريبين منك مثل أفراد العائلة، راح تكون نشيط جدا والحظ بدعمك بهذا المجال، وخصوصا الأشخاص اللي بتعاملوا من قبل في الأمور التجارية الحظ كمان بدعمهم بالبيع والشراء، وراح يحققوا مكاسب مالية أو صفقات ناجحة تعود إليهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. أنا يا أصدقائي ما بحب الحلقة تطول أكثر من هيك عشان ما تشعروا في الملل. بتمنى لكم حظ سعيد، وإن شاء الله القادم رح يكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى. لا تنسونا بالاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. لا تنسوني من اللايك.